قصته مثيرة للعقول والقلوب، قصة الصبر والمحن والابتلاءات المذهلة. هو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن تارح ابن ناحور ابن ساروع ابن راهو ابن فالغ ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح، ويوسف من أنبياء بني إسرائيل. أبوه أيضاً نبي، وهو يعقوب عليه السلام. فهي سلسلة أنبياء مباركة. رحيل على فراش المرض وربما الموت، ليس هناك حل سوى الذهاب إلى إستر وعشتار. رفض يعقوب هذا رفضاً أغضب لابان والد رحيل، وأصر على ألا يتجه أحد إلى الشرك والوثنية. أنا لا أقتنع بهذا يا يعقوب، سألجأ إلى ما ينفع ابنتي فقط الثمن، وأنا لن أسمح بهذا. وظل يعقوب يدعو ربه أن ينقذ راحيل ومن في بطنها، ظل يتضرع ويصلي ويسبح حتى يثبت للجميع كذب عشتار وإستر، وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولدت راحيل، وحمل يعقوب الطفل وأسماه يوسف، ويقول: ما أجملك يا ولدي، ما أجملك يا يوسف، حفظك الله وجعلك قرة عين لي ولأمك. منذ 11 عاماً وأمك تنتظرك يا يوسف، وها هو فضل الله قدم علينا بك يا يوسف. يقولون إن نبي الله إسحاق على فراش الموت. ومن يحكم كنعان إذا مات نبي الله إسحاق؟ يحكمها ابنه نبي الله يعقوب عليه السلام. إذن فليبلغه الناس بهذا حتى يأتي إلى أرض كنعان. ومات إسحاق نبي الله عليه السلام، وستبدأ صفحة جديدة في حياة يعقوب ومعه يوسف عليهما السلام. احترق المعبد! احترق المعبد! احترق المعبد! احترق المعبد! احترقت إستر وهرب حراس المعبد! سقطت إشتار واحترقت إستر وهرب الكهنة! فمن لك يا رحيل؟ فمن لك يا رحيل؟ من الذي سينزل المطر؟ ومن الذي سيشفي المرضى؟ لقد ولدت رحيل، ولدت رحيل، ولدت طفلا جميلا. ماذا تقول؟ ابنتي ولدت، لقد أنجاها الله، لقد آمنت برب يعقوب، آمنت برب يعقوب، ابنتي أنجاها الله. رحمك يا فدان. فماذا كانت تفعل عشتار إذن؟ ماتت إستر الكاذبة، وبقي إله يعقوب. وجلس يعقوب مع يوسف يتحدثان عن ولادة راحيل لطفل آخر يكون أخاً ليوسف،
ولم يكن يعلم أنها النهاية، وأن القدر قال كلمته الأخيرة في راحيل. لقد ماتت راحيل يا نبي الله. وحزن يعقوب على موت راحيل، والأكثر حزنه على يتم يوسف عليهما السلام. يا نبي الله يعقوب، هو أمر الله وهو قدر راحيل. واندفع يوسف باكيا حزينا ينادي على أمه راحيل. لقد أنجبت طفلا جميلا. رحمك الله يا أختي الغالية، رحمك الله يا أم يوسف. ولدك أمانة في أعناقنا يا راحيل. يا يوسف اصبر يا حبيبي. وبموت راحيل انكسر قلب يوسف، والسؤال الآن: من سيتولى رعايته وتربيته؟ ورأى يعقوب زوجته في فراش الموت، فاحتضن يوسف وبكى، فقد تيتم يوسف عليه السلام. هكذا رحلت راحيل بعد أن ولدت بنيامين، ليصبح يتيما منذ ولادته. يا عباد الله، يا عباد الله، ها هو يعقوب النبي قد أتى. أخي يعقوب، نبي الله، لقد مات أبوك إسحاق موصياً أن تحكم كنعان من بعده. أهلاً بك يا نبي الله. جاء يعقوب من بعد إسحاق ليحكم كنعان. هيا يا يعقوب، أريدك في أمر مهم. ودعا يعقوب ربه أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية في رعاية أهل كنعان بعد موت إسحاق. لم أكن أتوقع يا زاهد كل هذه الحفاوة في استقبال نبي الله يعقوب. وكيف لا يا تقي، فهو من سيحكم كنعان بعد أبيه إسحاق عليهما السلام. أعانك الله يا نبي الله، وأفرغ عليك الصبر الجميل. الحزن على وجهه لا يفارقه، وذلك لفراق راحيل ويتم ولديه. أنا من سأتكفل بتربية يوسف يا نبي الله. يعقوب، سأربي أنا يوسف. لا، بل أنا من سيربي يوسف. ورفض يعقوب أن يعيش يوسف بعيداً عنه. يعقوب، أنا امرأة مسنة لم أنجب، وأريد أن يكمل يوسف عمره معي. لا تتحدثي يا فائقة في هذا، فهو لي. خذ يا يعقوب هذا قميص أبيك إسحاق، هذا ما أسميه رداء النبوة. أعانك الله على هذه التبعة والتركة الثقيلة. وعلم يعقوب أنه بصدد مهمة شاقة في بني إسرائيل، كيف يثبتون على الحق؟
ولا يتجهون إلى البدعة والضلال وهوى النفس، فقد تركهم إسحاق على صراط مستقيم، وعلى يعقوب أن يكمل هذه المهمة ويهديهم سبيل الرشاد. وأخذ يعقوب رداء النبوة كما أطلقت عليه فائقة، وارثا له من أبيه إسحاق عليهما السلام، وبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله في أرض كنعان. ألا ترون أن أبانا يهتم بيوسف أكثر من اهتمامه بنا؟ نعم، وهذا الأمر يثير غضبنا ويزيد من بغضنا ليوسف. من ستكون له النبوة من بعد أبينا يعقوب؟ الأقوى ستكون له النبوة، وربما الأصلح. لكن المهم الآن هو كيف يميل قلب أبينا لنا بعيداً عن يوسف. أصبحت لا أطيق يوسف هذا، لن يستمر الأمر هكذا أبداً. حتى عمتنا فائقة تحب يوسف وتعتني به عناية تثيرني وتزيد الغل والحقد في قلبي. في حجر فائقة، تلك التي أعطته كل حنانها واحتوائها، مرت السنوات وها هو يوسف قبل أن يبلغ الحلم في بيت فائقة. يوسف، يوسف، قم يا حبيبي تناول غداءك. شعرت فائقة بقرب أجلها فخافت على يوسف أكثر وأكثر. يا يوسف، كن حريصاً على نفسك واحترس من إخوتك أن يكيدوا لك كيداً، فالحقد قد يؤذيك يا حبيبي. ماتت بنت إسحاق وأخت يعقوب، ماتت من فتحت قلبها وبيتها ليوسف الصديق. فماذا سيجري في الأيام القادمة؟ سنرى. علينا أن نحرس أغنامنا من الذئاب الخبيثة. يهوذا، فيما شرودك؟ يهوذا، أفكر في يوسف. كلنا نفكر في حب أبينا ليوسف، ولا بد أن نكون يداً واحدة ضد يوسف. سأقرر ماذا نفعل، ولا أريد أحدا منكم أن يعترض على ضرورة التخلص من يوسف. وما الذي سنفعله للخلاص من يوسف؟ لا تتعجل يا رأوبين، فإننا ما زلنا نفكر في الأمر الجلل. وجاءت الليلة الموعودة، جاءت ليلة الرؤيا التي غيرت مجرى حياة يوسف وأبيه يعقوب، وجاء موعد فاصل في حياة يوسف. رأى يوسف 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. يوسف سيتحول إلى علامة فارقة في تاريخ الأنبياء والصالحين. يوسف سجد له الشمس والقمر، وقص يوسف رؤياه على أبيه، وخاف يعقوب على ولده يوسف من حسد إخوته، ومنعه من قص الرؤيا عليهم مخافة أن يكيدوا له مكيدة لا يستطيع يوسف الصبي تحملها. وتعجب يوسف من نصيحة أبيه يعقوب له بعدم التحدث برؤياه على إخوته، وأطاع وسمع لأبيه دون جدال. ورأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل، وكأن 10 من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه، وإذا ذئب منها يحمي عنه، وكأن الأرض انشقت فذهب فيها، فلم يخرج منها إلا بعد 3 أيام،
فلذلك خاف عليه من الذئب. ورفض يعقوب خروج يوسف مع إخوته خشية أن يأكله الذئب. قال إنه ما زال صغيرا ويخاف أن يأكله الذئب. ألم أقل لكم إن أبي سيرفض هذا الخروج؟ أبي يحب يوسف ولا يستطيع فراقه. لابد أن يخرج يوسف إلى الصحراء، لابد، إنها مسألة حياة أو موت. يا نبي الله، اسمح له بالخروج مع إخوته حتى لا يقول الناس إن يعقوب لا يأمن على يوسف مع إخوته. وإني أرى يوسف سعيداً وفرحاً بالخروج معهم. ورغم أن نبي الله يعقوب لم يكن يرغب في ذلك، إلا أنه نزل عند رغبة ابنه الحبيب ووافق على خروج يوسف مع إخوته إلى الصحراء. لعل هذا يقرب بينهم، لعله بداية خير وحب ووئام بين أبناء يعقوب النبي. لك الله يا يوسف، وقعت فريسة في يد إخوتك الحاسدين. ماذا تفعل وأنت الصبي الضعيف اليتيم؟ ألهذا الحد بلغ بكم الغيظ أن تفعلوا كل هذا بأخيكم؟ كيف سنتخلص من يوسف؟ قل ما شئت، لكن القتل لا يمكن أن يحدث. نعم، نتفق على إبعاد يوسف عن أبيه، لكن لا للدماء. إذن نلقيه في هذا الجب. ماذا؟ نلقيه؟ ماذا تقول؟ نلقيه في الجب؟ كيف؟ نعم، نلقيه حتى لا يعرف أحد مكانه، وبهذا نكون قد تخلصنا منه. وماذا سنقول لأبينا عندما نعود بدون يوسف؟ نقول له إن الذئب قد أكله. هكذا تكون النهاية يا يوسف. هيا هاتوا هذا القميص نلطخه بالدماء لنثبت أن الذئب قد هاجم يوسف. القلق على يوسف يقتلني يا أمي. خالتي، أين أخي يوسف؟ لا تقلق يا بنيامين، سيعود سالماً إن شاء الله، فإن الله لا يضيع مؤمناً صالحاً. ولكن إخوته لا يحبونه، والحسد يأكل قلوبهم على مكانته من أبينا يعقوب. أريد أن أرى أخي يا خالتي. سيحضر يا بنيامين، لا تقلق، سيحضر إن شاء الله، سيحضر سالماً، سيحفظه الله يا بني. اللهم طمئن قلب أبي يعقوب على أخي يوسف. ما حال قلبك يا يعقوب الأب؟ ماذا يدور بخلدك يا أبا يوسف؟ ما الذي تخشاه يا يعقوب النبي؟ أأنت مطمئن لعودة يوسف سالما؟ أم أن الشك يساورك في هذا؟ ما بال قلبك ينتفض خوفا ويتوجس ريبة من أبنائك يا يعقوب؟ ما زلت تدعو الله أن يعود يوسف دون أن يمسه ضرر أو يناله مكروه؟ أدعو يا يعقوب، أدعو ليوسف، لعل الله يجعل له مخرجا مما سيحدث له. وتعاون إخوة يوسف على الإثم والعدوان، وألقوا بيوسف الصديق في البئر، ألقوه دون أي شعور بالأسى أو الحزن. فأين كان ضميرهم آنذاك؟
ظل يوسف في البئر في رعاية الله الواحد الأحد وحفظ ربه الحفيظ، فما كان الله ليضيع نبي الله يوسف، ولكنها المحن والاختبارات والبلاء، فسبحان الله الذي يكشف الضر عن عباده الصالحين حين يلجؤون إليه. واستقبل يعقوب خبر مقتل يوسف بالحزن الشديد. أين ابن أختي يوسف؟ أين ابن راحيل؟ كيف أكله الذئب؟ وأين كنتم؟ يا يهوذا، ماذا جرى ليوسف؟ كيف ضاع منكم؟ كيف أكله الذئب؟ وأين كنتم؟ ذهبنا لنتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لم نكن نعرف أن في هذه المنطقة ذئاب متوحشة. يا حبيبي يا يوسف، ما ذنبك يا أخي؟ هذا هو قميص يوسف. قميصك يا يوسف يا ولدي، يا نور عيني، أين أنت؟ يوسف، ذهبت وتركت الحزن في القلوب ساكن. يا يوسف، ليتك ما ذهبت يا يوسف، ليتك ما ذهبت. من منا يعلم الغيب؟ هو قضاء الله وقدره. ولما رأى يعقوب قميص يوسف فاضت عيناه بالدموع، ولاحظ أن القميص لم يتمزق. هنا قال يعقوب: تالله ما رأيت ذئبا أحلم من هذا، أكل ابني ولم يشق قميصه. لا أعرف كيف حدث ذلك. لقد كنا نتسابق ونلهو، وعندما عدنا لم نجد أي أثر ليوسف، فقلنا إن الذئب قد أكله. أكله؟ كيف؟ فلو أكل الذئب يوسف لما أبقى منه شيئا، وإذا أكله لمزق قميصه فلم يعد سليما هكذا. إذن علينا أن نبدأ في البحث عن يوسف، فيوسف لم يأكله الذئب. فلنذهب للبحث عن أخي يوسف، نبحث عنه في كل مكان. ولكنه الليل، فكيف نبحث عنه ليلا؟ سنبحث عنه ليلا ونهارا حتى نجده. هيا هيا اشعلوا النيران في المشاعل، هيا. هيا هيا يا نبي الله يعقوب، هيا نبحث عن يوسف الصديق. كنعان كلها لن تنام هذه الليلة حتى النهار، سنقضيه باحثين عن يوسف. يا يوسف يا يوسف 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 يا يوسف يا يوسف يوسف يا يوسف، أجبني يا حبيبي يوسف، أين أنت؟ أخي يوسف يا يوسف، آه يا يوسف.
يوسف، أين أنت يا يوسف؟ يا يوسف، يا أخي يا يوسف، أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت يا يوسف؟ هيا نتجه نحو كل بئر وكل شجرة وكل حفرة في الصحراء، لعله سقط عندها. هيا هيا يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يا يوسف، يوسف، يوسف. لا أدري ما الذي يمكن أن يحدث لي إن لم يعد يوسف مرة أخرى. لقد استأمنتني أمه راحيل علي. يا ليتني عرضت خروجك للصحراء يا يوسف. ما زال يوسف في الجب يدعو ربه أن يغيثه وأن يخرجه من هذه الظلمة، فتأييد الله عز وجل لعباده الصالحين لا ينقطع مهما زادت المحن والابتلاءات. وهكذا عهدنا بجميع الأنبياء، وقعوا في اختبارات ربانية وكان للصبر فيها كلمة فاصلة. لا تعبأ يا يوسف بما جرى، فإن لك ربا يحميك ويهديك سبل الرشاد. هيا يا رجال، فالشمس حارقة وعلينا أن نستريح من مشقة السير في هذه الصحراء الموحشة. هيا 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 لنسترح قليلا. هيا يا رفاق. أسمع صوتاً من هذا البئر يستغيث. ماذا تقول يا رجل؟ كيف يحيا إنسان في هذه البئر؟ هيا لتناول طعامنا وشرابنا بعد عناء السفر. لا، أنا مصمم على أن بالبئر من يستغيث. كيف يا رجل؟ كل يا رجل، كل ولا تهزي. من منكم يأتينا بشراب من هذه البئر؟ أنا آتيكم بالشراب. أرأيتم؟ إنه ولد بالبئر. ما هذا الولد الجميل؟ تعالوا تعالوا شاهدوه. ما أجمل هذا الصبي الوجيه، ما أجمله. ومكث يوسف في الجب 3 أيام، ثم أنقذته العناية الإلهية من الموت. كذلك ينجي الله المؤمنين. فرح يوسف بهذا الخروج، وزادت ثقته بأنه على الحق وأن الله لن يخذله. أين نذهب بهذا الولد الجميل؟ نأخذه معنا، نبيعه في سوق العبيد. سيتصارع عليه الملوك. إنه ولد جميل وله طلة تأخذ بالعقول. ولكن من الذي ألقاه هكذا في الجب؟ وما هي قصته؟ وكيف وصل إلى هنا؟ لا يهمنا أن نعرف، المهم أن نبيعه ونستفيد بما نكسبه من مال. ليركب معنا الآن لنتجه نحو السوق، فهناك من يشتريه
ولو بثمن بخس. هيا. لعل هذا الولد يسلي زوجتي، فهو يبدو عليه الأدب الجمل. لقد أحسنت الاختيار كما هو عهدك دوما يا مولاي. يبدو على هذا الصبي الذكاء والخلق الرفيع، ستفرح به زوجتي. كلنا لا نهتم بغير سعادتك يا مولاي. دائما أنت مخلص يا رودامون، وأنا أثق بك كثيرا مولاي. ودخل يوسف القصر، ومن هنا تبدأ أقوى فصول قصة يوسف الصديق. رأيته شامخا رغم صغر سني، حكيما رغم أنه لم يتكلم، شهما خلوقا رغم أني لم أعرف. يا له من فتى جذاب جميل، وجهه كالقمر، طلعته كالنجوم، هادئ واثق بنفسه. من أين جئت به يا مولاي؟ لا أستطيع وصفه. هل هذا بشر؟ هل هذا كائن مثل بقية الكائنات؟ هل هذا الجمال الرائع موجود على الأرض؟ ما أجملها من هدية يا مولاي عزيز مصر. وشاهد يوسف القصر باهتمام شديد، وحمد الله أن من اشتراه هو عزيز مصر، حتى يعيش معززا ومكرما في أرض الكنانة. ما بالك يا يوسف وقد انبهر بك الجميع، وعلى رأسهم زوجة عزيز مصر؟ اهتمي به يا زوجتي الحبيبة، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم سأهتم به كثيرا، ولكن من أين أنت يا يوسف؟ مولاتي، أعتقد أن هذا عبراني من كنعان، فهذه الأسماء من بلاد الشام. يوسف، ما أجمله. دخل يوسف القصر وبدأ ينشر رائحة النبوة الزكية في طرقات هذا القصر. ولأن عزيز مصر قد أيقن أن يوسف لن يكون شخصية عادية، تمر مرور الكرام فقد اهتم به وأوكل أمره إلى زاخار ليعلمه فنون التعامل مع الأسر الكبيرة والتحدث معهم، وكيف لا وهو النبي القادم للعالم القادر على مجاراة الملوك والأمراء. والآن يا يوسف، سأمر بك على القصر لتعلم كل صغيرة وكبيرة فيه. ومر يوسف على كل شيء وفهمه حتى يصبح مصدر ثقة لكل من في هذا القصر. هذا هو مخزن التموين الذي فيه كل ما يخص القصر من حبوب وغلال وأطعمة، فإننا متقدمون في فن التخزين يا يوسف، ولقد عهدت إليك بتوزيع الأطعمة على كل من في القصر لما نراه فيك من حب للعدل والمساواة بين الناس. أهلا بك يا يوسف، نحن سعداء لأنك من ستقوم بتوزيع الأطعمة على كل من بالقصر. إن غياب العدالة يحرم الضعفاء من أشياء هي حق لهم، فليس للفقير الضعيف من ينصفه في هذا الزمان.
ورأى يوسف ما عليه الرعية والقصر من ظلم وجور، وأن للقوي في القصر مكانة ونفوذا يستطيع بها أن ينال كل ما يريد. وكان عمل يوسف هو حسابات توزيع الطعام على كل من في القصر والمعبد. نحن مع ما يقول يوسف، ولكننا خدام معبد آمون ونأخذ ما تريده الآلهة. الآلهة لا تأكل كل هذا الطعام. هذا ليس من شأنك أيها العامل الحقير. ورأى يوسف بنفسه ما يفعله كهنة معبد آمون في البلاد، وكيف يستأثرون بكل شيء من مال وطعام وملذات الحياة، متعللين بأنهم خدام الآلهة. وكان يوسف الصديق عليه السلام يتفرغ للعبادة في جوف الليل، يدعو ربه ويسبح ويصلي في الخفاء دون أن يراه أحد من الناس، فهو في مكان لا يعترف حتى الآن بعقيدة التوحيد. يوسف، مولاتي تريدك. وانصاع يوسف لطلب امرأة العزيز، وذهب إليها وهو لا يدري ما تضمره من مكر وكيد عظيم. يوسف، أنت تعلم أنني أعاملك كملك متوج، لك عامل بالقصر أو خادم من خدام الملك. القلوب لا يملكها إلا الإله، وقد وجه قلبي إليك يا يوسف. يوسف الصديق في فتنة الآن، وهو لا يعلم ما الذي تخطط له زوجة العزيز. كبرت في القصر يا يوسف، كبرت أمام عيني، وكنت وما زلت في عيني أجمل الفتيان. يوسف، هل تقبل حبي يا يوسف؟ يوسف لا يمكن أن يفعل الفاحشة. لن تستطيع أن تهرب مني أبداً، لن تستطيع. أنا قد غلقت الأبواب، فهيت لك، هيت لك يا يوسف، هيت لك. قال يوسف معاذ الله، ويهرب يوسف منها بعد أن شعر بأنها لن تتركه أبداً. إني أحبك يا يوسف، أحبك. ألا ترحم مشاعر امرأة تهوى؟ هي ملكة البلاد، امرأة عشقها ملوك الأرض، وهي عشقتك أنت أيها العبراني. لن أتركك، لن أتركك يا يوسف. قال معاذ الله، يوسف لا يعصي ربه ولن يضعف أمام إغراءات امرأة مهما كان ملكها وحسبها ونسبها. يوسف آوى إلى ربه القوي المتين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يوسف، يوسف، لن أتركك، لن أتركك، لن أتركك حتى تفعل ما أريد.
الذي أردت أن تفعله بمولاتك يا يوسف يا راعي الأغنام؟ ما جزاء من أراد أن يفعل بأهلك سوءا يا عزيز مصر إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ يوسف حاول التهجم علي في غيابك يا عزيز مصر، وقف يوسف مدافعا عن نفسه قائلا: هي راودتني عن نفسي. وقف يوسف يدافع عن صدقه وشرفه وامتنانه وعرفانه بالجميل لعزيز مصر، وأنه لا يمكن أبدا أن يخونه في عرضه ولا ماله ولا أهله. وقف يوسف يدافع عن أخلاق النبوة الكريمة. يوسف لا يخون يا عزيز مصر. أصدق أن السماء نزلت وأن الأرض قد صعدت، أصدق أن الحجر نطق وتكلم، أن البحر جف وأن النيل اختفى من على وجه هذه الأرض، ولا أصدق أبدا يوسف يخون عزيز مصر. كيف فعلت هذا؟ كيف فعلت هذا؟ لماذا خنتني في عرضي أيها الفتى العبراني؟ كيف فعلت هذا بي؟ لقد أفقدتني الثقة بكل شيء يا يوسف. زخار! يا زخار! ائتوني بزخار فوراً! هو الذي استغل غيابك يا ملك مصر وتسلل إلى حجرتي يا شورى! ماذا فعل يوسف؟ قولي، قولي لمولاك الملك، قولي. لقد استغل غياب مولاه وتسلل إلى حجرة الملكة. وتكالب الكاذبون على يوسف وأصبح في أشد الحاجة إلى العدل والإنصاف، فهو لم يفعل كل هذا وهم يعلمون. مولاي العزيز، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ونظر العزيز إلى قميص يوسف فعلم أنه مظلوم، فالقميص قد قد من دبر ويوسف من الصادقين. يوسف لم يفعل هذا، لم يفعل هذا يا زليخة. لما فعلت هذا؟ لما يا ملكة البلاد؟ زليخة، زليخة التي انبهر بجمالها ورونقها أعظم ملوك الأرض تقع في حب يوسف. تبا لك، تبا لك، استغفري لذنبك يا زوجة العزيز، استغفري. ظل يوسف عاكفا عابدا يدعو ربه أن يخرجه من هذه المحنة، فإن لزوجة العزيز سلطانا وإن لزوجها شرفا، وما بين هذا وذاك لا يلين أمام هذه الفتنة والمحنة الطاحنة. يا شورى، وجهي دعوة لكل نساء المدينة فورا. سمعا وطاعة يا مولاتي. وجهزي لكل واحدة منهن سكينا. سكينا؟
لماذا؟ افعلي ما أمليه عليك يا خادمتي المطيعة. سأفعل يا مولاتي، ولكني كنت أود أن تتجاهلي هذا الأمر. كيف؟ لا تعطي أي اهتمام لما حدث. لابد أن يقعن في فتنة يوسف وجمال يوسف ولو لدقائق. وبماذا يفيد هذا يا مولاتي؟ فيه شيء من الانتقام لكبريائي كامرأة أمام بقية نساء المدينة. لا أفهم وجهة نظرك. عليك الانتظار لنرى ماذا سيحدث لهؤلاء السيدات الفضليات حين تقع أعينهن على يوسف. سأفعل يا مولاتي، سأفعل. يا شورى، أرسلي في طلب يوسف. يوسف، أدخل عليهم. ملك كريم. يوسف، هذا بشر. ملك. إنه ملك. بشر. لا أصدق نفسي. ملك كريم. يوسف. يوسف. فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يوسف، إن لم تفعل ما أمرك به فالسجن مصيرك أو عذاب أليم. ما زال يعقوب عليه السلام يعلم الناس التوحيد والإيمان، فقد فقد نور البصر ولكنه لم يفقد البصيرة. نبي الله يعقوب يبدو عليه الحزن القاتل على ولده يوسف. نعم، لقد كاد أن يموت من الحزن. اللهم افرغ عليه صبر. مرت السنون وقلب الأب ما زال ينادي على ولده في البعد. ما زالت روح يوسف معلقة بين قسوة أهل الأرض ورحمة رب السماء. ورضي يوسف بما كتبه الله عليه، ولم يضجر ولم يفزع، وانطلق مع الحرس إلى السجن. ودخل يوسف زنزانته ودخل معه رجلان. وظل يوسف ينصح ويعلم الناس كيفية التعبد والصلاة والتقرب إلى الله الواحد القهار، واهتدى على يديه كثير من الناس. وحاول يوسف أن يثبت قواعد العدل والمساواة في السجن. أظن أن هذا الفتى سيغير من شكل الحياة في هذا السجن. أظن أنني سأؤمن بإله يوسف. نعم، سأؤمن به. سيدي يوناتوس، سيدي يوناتوس، إن كلام يوسف للنزلاء في السجن لهو أمر خطير. وماذا يقول يوسف؟ إنه يدعوهم إلى عبادة إله واحد لا شريك له.
إله واحد لا شريك له؟ وأين إلهنا آمون مما يحدث هنا؟ الأمر خطير يا سيدي، لأن هذا معناه تحريض النزلاء على الإله آمون. هذا الأمر يستدعي منا أن نتعرف أولاً عما يقوله يوسف عن إلهه حتى نستطيع الرد عليه. سأحضر لك رجلاً من السجن ليقص عليك ما يقوله يوسف. لا مانع، ولكن يجب أن تمنع أي أخبار عن أبي بيث وبناروث حتى يحكم العزيز عليهما. اطمئن يا سيدي، لقد أخفيتهما تماماً عن الأعين. ماذا جرى يا أبا بيث؟ قل لي ماذا جرى؟ رأيت رؤيا عجيبة، ولكنها أسعدتني. ماذا رأيت؟ رأيت على رأسي خبزا وتأكل الطير منه. هذا دليل على أنني سوف أعيش. سوف أعيش يا بيناروث. أما أنا فرأيت أيضاً رؤيا عجيبة. ماذا رأيت؟ خيراً. رأيت أني في قصر الملك وأسقيه الخمر بيدي. قصر الملك؟ بئس الرؤيا هذه يا بيناروث. علينا أن نبحث في تفسير هذه الرؤى يا أبا بيث. ومن الذي يستطيع أن يفسر لنا هذا؟ يقولون إن هناك شاباً ورعاً تقياً. وما اسمه؟ يوسف. فلنذهب إليه يا بيناروث، أريد أن أعرف تفسير رؤيانا. وجلس يوسف الصديق يستمع إلى رؤيا أبي بيث وبيناروث. أما أنا فقد رأيت أن على رأسي خبزاً تأكل الطير منه. أما أنا رأيتني أسقي الملك خمرا. ففسر لهما يوسف الصديق رؤيا كل منهما بأن أبو بيث سوف يتم إعدامه وستأكل الطير من رأسه، وأما بيناروث ففسرها يوسف بأنه سيرتفع شأنه وأنه سيعود إلى قصر الملك قريباً ويعمل ساقياً مثل ما كان. ماذا تقول يا يوسف؟ أنا سأعيش وسأعود إلى عملي في قصر الملك. دعني أقبلك يا يوسف الطيب. أما أنا فسأموت إعداماً. أنا سأفارق ولدي وزوجتي. أما أنا فقد انتهيت. فدعاهم يوسف الصديق إلى الإيمان بالله الواحد الأحد، وأن هذه الحياة الدنيا ستفنى بكل ما فيها، وهناك الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها. الدار الآخرة؟ أبعد هذه الحياة حياة؟ أبعد هذا الفناء وجود؟ كيف؟ وأخذ يوسف ينصح ويعلم كل من قابله في حياته لينشر دعوة التوحيد بين الناس. هيا أيها الوزير، اذهب وأتنا بالقتلة. سمعا وطاعة يا مولاي. أدخلوا أبا بيث وبيناروث. أين الكهنة؟
أدخلوا نويبار والأخور وباقي الكهنة. لقد جئت بهما يا مولاي الملك. قل يا أبابيث، من الذي حرضك على وضع السم في طعامي؟ لقد وعدني الكاهن الكبير بالذهب والفضة. كاذب، أنت كاذب. دعه يكمل يا نويبار ولا تقطعه. دعاني هو والأخور للمعبد وأعطوني وعودا. وما هي الوعود؟ وعودا كبيرة وأموالا طائلة. ولماذا لم تخبرنا بهذا؟ لما فعلت هذا أيها الخائن؟ ليس هكذا الحكم يا ولدي. أنا لم أشارك في هذه الخيانة أبدا. لم يحدث، لم يحدث. إن هذا الرجل كذاب أشر وأنا لا أعرفه. وأنت يا بيناروث، لماذا لم تخبرنا بما قاله لك أبو بيث؟ أنا من منعت هذه الجريمة يا مولاي. علينا أن نقوم بإعدام هذين القاتلين بلا رحمة. تعجبني آراؤك يا عزيز مصر، ولكني لطالما شربت من يد هذا الساقي الأمين، وهو من اعترف بهذه الجريمة، ولقد عفوت عنه. شكرا لك يا مولاي، شكرا لك يا مولاي الملك. سأعيش خادما لك طيلة عمري. أما أنت يا أبابيث فليس لك جزاء إلا الموت إعداما. سامحني يا مولاي الملك، سامحني. أما أنت يا نويبار ويا لاخور، ما لكما من ضمانة إلا الولاء الكامل لملك البلاد. نحن كهنة المعبد وليس لنا أي علاقة بالحكم. لا شأن لنا بالسياسة، فنحن نعبد آمون ونحرسه فقط. تحرسونه؟ وهل يحتاج إله إلى حرس؟ انصرفوا من أمامي. هيا. أين مفسر الرؤية لأقص عليهم ما رأيت؟ الله أكبر، لقد جاءك الفرج يا يوسف الصديق، فمن أقدر منك على تفسير هذه الرؤية التاريخية والتي ستجعلك بعد ذلك واليا على خزائن الأرض؟ وهنا ينتهي الجزء الأول من قصة يوسف الصديق عليه السلام، على أمل اللقاء واستكمال بقية القصة في الجزء الثاني، تلك القصة التي وصفها القرآن بأحسن القصص عن يوسف الصديق، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.